أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بحلقة جديدة من 4-4-2. نصف الطريق إلى نهائي ويمبلي انتهى، ونتيجة المباراتين لم تحسم الأمور بعد. القول الفصل سيكون في موقعتي الإياب الثلاثاء والأربعاء المقبلين. في تفاصيل مواجهتي الذهاب ثم حديث كثير عن القضايا الفنية وغيرها من الأمور. مرحبا بكم، ونبدأ بالعناوين. فينيسيوس جونيور يتألق في اليانز أرينا ويقود ريال مدريد لتعادل مثير مع بايرن ميونخ. بهدف فولكرغ أسود فيستيفاليا يفترسون باريس سان جيرمان بين أنصارهم، وفي ملعبهم المرعب سيجنال إيدونا بارك. وأندية البريمير ليج تتفق على وضع سقف للإنفاق وسط معارضة قطبي مدينة مانشستر وأستون فيلا. اهلا بكم كالعاده، ارحب بضيوف البرنامج معي هنا في الاستوديو، المدرب الوطني واللاعب الدولي السابق محلل 442 كابتن خالد سعد. اهلا وسهلا كابتن. اهلا وسهلا فيك اخي معن، مساء الخير عليك، مساء الخير على الاخوه الزملاء جميعا، مساء الخير على المشاهدين، وليله جميله من ليالي دوري الابطال. اهلا بكابتن خالد وسلامات. انت الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك، نشكرك على الحضور. كذلك ارحب عبر سكايب بطلحه احمد محلل البرنامج ومحمد حلمي راشد محللا 442. مرحبا بكما. نبدا سريعا من قمة اليانز أرينا التي انتهت بتعادل مثير بين بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني. هذه المباراة التي تعتبر من المباريات الكلاسيكية في القارة الأوروبية كانت أشبه بالمعركة التكتيكية بين اثنين من أعتى الفرق وأكثرها جماهيرية حول العالم. نتابع إحصائيات القمة الكروية بين بايرن ميونخ وريال مدريد ورانا عودة. أبدأ معك كابتن خالد سعد، ريال مدريد نجح بتجنب الخسارة، لم يخسر حتى الآن في البطولة الأوروبية هذا الموسم، وتاريخيا أنشيلوتي لم يخسر أمام بايرن ميونخ، نجح بتجنب الخسارة والعودة بالتعادل إلى مدريد، لكن بايرن ميونخ هو الآخر، بعد أن قدم شوط أول أضاع فيه الفرص، الغلبة كانت فيه للريال، عاد عودة قوية في نصف المباراة الثاني. نعم، يعني مباراة جميلة جدا ومباراة شيقة، خير ما ذكر عليها أنها مباراة ملحمية كروية، ملحمة كروية بهذا الفريق بهذين الفريقين وتاريخ البطولات. إذا بدنا نحكي على واقعية وأرضية المباراة، فريقين كبيرين 24 مباراة أو 26 مباراة في دوري الأبطال، 12 فوز لريال مدريد، 11 فوز لبايرن ميونخ، إذا فريقين عنيدين وعتيدين في هذه البطولة. نحكي عن 24 مباراة في هو العكس، 12 لبايرن 11 لريال، 12 لبايرن و11 لريال. بنحكي عن قوة التنافسية ما بين الفريقين في هاي المباراة تحديدا، فنيا كان في شكل مختلف عند بايرن ميونخ. بايرن ميونخ لم يندفع بشكل مبالغ فيه، حتى وإن كان الاستحواذ في أول ربع ساعة أو 20 دقيقة كان الأفضلية واضحة لبايرن ميونخ، خلق فرص وخلق فرص وحاول تهديد المرمى ووصل بأكثر من طريقة، وأكثر الأولى تقريبا هدد. نعم، وبالدقيقة الأولى أخي معن هو هدد، لكن لعب بواقعية، ما اندفع كل الاندفاع، لأنه يعلم توماس توخيل يعلم خطورة ريال مدريد في الهجمات المرتدة والهجمات العكسية، يعلم أنه هذا الفريق منظم ويلعب بطريقة ما في دوري الأبطال. أنت كمدرب بعد الضغوط الكبيرة التي كانت مسلطة على هذا الرجل، وفي بداية الأسبوع بالمناسبة خرج أولي هونيس رئيس التاريخي للبايرن وانتقده، وتوقيت نعم. التصريح كان غير موفق أبدا، تعتقد بأنه نجح بالمهمة؟
يعني دائما ما تخطئ إدارة بايرن ميونخ، ونحن متفقون على ذلك، أنه دائما تصريحاتهم غريبة ولنا سابقات في المواسم السابقة، لكن توماس توخيل خبرة هذا المدرب وحنكة هذا المدرب ولديه شيء يقدمه، يعني في عنده أشياء فنية يقدمها، عنده أفكار، ولاحظنا هاي الأفكار في هاي المباراة. لو أنه لعب بتوماس توخيل أنه أنا مدرب فريق بايرن ميونخ، فريق كبير وصاحب بطولات وإنجازات في دوري الأبطال والدوري المحلي، لما نحكي عن فريق أحرز 11 سنة أو 11 موسم متتالي دوري الألماني، هذا فريق ليس بالسهل وتاريخ كبير، لكن لعب يعني بواقعية المباراة. تراجع بايرن، لم يعد بايرن التاريخي كمان. أكيد تراجع بايرن، شفنا يعني النكسات اللي صارت بالفريق، شفنا تغيير المدربين المتكرر، شفنا تصريحات الإدارة التي لا داعي لها، فكل هاي الأمور تخلق حالة يعني فوضى في الفريق، حالة عدم استقرار للاعبين. ليس فقط الإدارة هي من تقدم أشياء، الإدارة دائما ما تنعكس سلبا على الفريق، يا إما تنعكس إيجابا على الفريق وأداء الفريق، يا إما تنعكس سلبا. وإدارة بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة والأونة الأخيرة انعكست سلبا على أداء اللاعبين، حتى وإن كانوا لاعبين ذو خبرة ولاعبين يعني لهم أسماء كبيرة. بالعودة للمباراة، توخيل تفاجأ بهدف ريال مدريد، لمسة غير عادية، تمريرة أخاذة من توني كروس، هندسة توني كروس. نعم. أنشيلوتي كعادته يباغت المنافس بلمسة تأتي مباغتة بعشر ثواني أو أقل، يتحول شكل ريال مدريد من فريق عادي، فريق يلعب بواقعية خارج ملعبه، بعشر ثواني أو أقل قادر بلمستين أو ثلاث يصل لمرمى المنافس ويخلق الفارق. هنا التمريرة، مع إن كان هو أول وصول، بالضبط يعني أول وصول بالضبط بتسجيل هدف. لو شفنا إحنا توني كروس، قيمة اللاعب توني كروس أو لوكا مودريتش، حتى جود بلينغهام، هؤلاء اللاعبين في ريال مدريد، شوف الحركة اللي كان قبل تسجيل الهدف، كان في حركة من توني كروس لفينيسيوس جونيور أنه أركض في هذا المكان، أعطى إشارة للركض في هذا المكان، فينيسيوس جونيور تحرك، يعني هاي الحركة اللي بيعملها لاعب فقط لاعب يعني حريف ولاعب يعلم ماذا يفعل، وحتى اللاعب الممرر الكرة يعلم قدرة هذا اللاعب، يعلم سرعته، يعلم تكنيكه، ويعلم متى يلعب له في الفراغ ومتى يلعب له كرة بالاستلام بالقدم. لكن احنا بنحكي عن ريال مدريد وبنحكي عن الافكار المختلفه ما بين توماس توخيل، و طبعا هذا الهدف، هذا الهدف لوري ساني، نقل ساني على اليمين، يعني شفنا الخطا هون، الخطا من الظهير الايسر، لكن شوف المسافه ما بين المدافع ناتشو بعيد جدا عن تغطيه اللاعب الظهير. في هاي الحاله مع الظهير عندما يكون لاعب ضد لاعب يجب ان تكون تغطيه سريعه، شفنا تغطيه من عمق الملعب من لاعبي الوسط جاءت متاخره نوعا ما. مندي أشار لزملائه بالمناسبة، لكن واضح أنه التأخر من الزملاء كان. نعم، تأخر من الزملاء وتأخر في التغطية من ناتشو، والدليل أنه في تبديل حصل لناتشو بعد الهدف الثاني، يعني شفنا تلقى هدفين، أبدل ناتشو، أدخل تشواميني في عمق الدفاع، صح، وأدخل كامافينجا في منتصف الملعب. نعم، هاي التحركات وهاي التبديلات اللي بيجريها هذا المدرب كارلو أنشيلوتي، هون احنا بنحكي عن أخطاء توماس توخيل، وبنحكي عن أخطاء أو كيفية تدارك الأخطاء ل ركل الجزاء. هاريكين من ركل الجزاء، نعم، قدم مباراة جيدة نوعا ما، وإن كان فيها التمريرات خاطئة أحيانا، لكنه الأهم أنه سجل في توقيت ممتاز، أعاد فريقه للمباراة. نعم، وهو حتى نفسه تصالح مع الشباك لأنه، نعم، منذ فترة صائبا عن التسجيل، تصالح مع الشباك ومع الفريق ومع اللاعبين، تصالح مع نفسه لأنه يقدم دائما هو مستوى مختلف عن لاعبي بايرن ميونخ. في هذه المباراة شفنا الأطراف عملت، هذا عن فينيسيوس. نعم، فينيسيوس جونيور يعني صنف عريس الليلة، لكن أنا بنظري وبنظر جميع المحللين والنقاد والذين تابعوا المباراة، فينيسيوس جونيور لما بنحكي عن فريق سجل هدفين، فريق ريال مدريد فريقه ليس الطرف الأفضل ويسجل هدفين، أكيد راح يستحق عريس الليلة، لكن بنظري فنيا والحالات التكنيكية موسيالا هو نجم المباراة. موسيالا كان في إجماع أنه موسيالا استحق، لكن لربما اليوفا اعتمد وارتكز على نقطة أنه تسجيل الأهداف، تسجيل الهدفين. نعم. وفينيسيوس ذكي، عرف كيف يسحب كيم من جاي، وأنت كمدافع دعني أستفيد وأستثمر وجودك معي، كيم من جاي كان ساذجا، ضحك عليه فينيسيوس في اللقطتين، في الهدفين، يعني هذا أفضل مدافع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، أفضل مدافع في الدوري الإيطالي، لكن هاي المباراة لعبت على جزئيات بسيطة. خلينا نحكي عن اللاعبين في ريال مدريد، في نقطة بس بدي أطيل فيها، تفضل. جزئية بسيطة، لو شفنا احنا بايرن ميونخ بداية المباراة، المدرب إذا أخطأ في لاعب واحد، وكان خطأ توماس توخيل في لاعب واحد في التشكيل وهو المدافع كيم مين جاي، شفنا الأخطاء كيف كانت بالجملة، وكانت مصائب من هذا المدافع. لاعب واحد أخطأ فيه المدرب أو سوء تقدير من المدرب، ما تحمل الفريق، سجلت هدفين عن طريق هذا اللاعب أو من خلال هذا اللاعب. ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي جميع اللاعبين، اي لاعب بيختاروا في التشكيل حتى اخطاء ناتشو تداركها بتبديل تشواميني، وممكن يتدارك الاخطاء من خلال اللاعبين. اذا
نقطة أولى معا، جودة لاعبي ريال مدريد تختلف عن أي فريق منافس لهم في أوروبا، حتى وإن كان كلاسيكو، حتى وإن كان مباراة ديربي أوروبي، لكن ريال مدريد اللاعبين المتواجدين الجودة اللي عندهم مختلفة تماما عن اللاعبين في العالم. فالأخطاء اللي كانت يعني أخطاء تودي بفريق ريال مدريد بخسارة كبيرة وثقيلة جدا، لكن تداركها من نفس اللاعبين دون تدخل صح هذه النقطة الأولى. ودون النقطة تدخل الثانية، النقطة الثانية الأخطاء اللي من كارلو أنشيلوتي يتداركها اللاعبون وسهل جدا تعويضها من دكة البدلاء، إذن البديل أيضا جاهز، دائما جاهز. حاضر، سنعود لنتحدث أكثر بعد قليل على الشاشة على المباراة وتكتيكيا كابتن خالد. أذهب إلى محمد حلمي راشد، تعتقد أنه البايرن خرج بنتيجة يندم عليها أم أنه جيد التعادل، لاسيما مع القانون الجديد الأهداف خارج الملعب لا تعني شيء الكثير، وبالتالي يعود لمباراة العودة في مدريد أو يذهب إلى هناك وهو مرتاح نسبيا وكأنه يدخل المباراة بصفر صفر؟ يتضح الموضوع إذا نظرنا إلى موسم بايرن ميونخ، فبالتالي الفريق لا يمر بأفضل حالاته، موسم غير جيد أبدا بعد خسارة البوندسليغا، فلذلك شكل هذا التعادل يوحي أنه إيجابي لنادي بايرن ميونخ، لم يخرج على الأقل بخسارة أمام فريق كريال مدريد، أخرج مانشستر سيتي، حسم الليغا تقريبا وحسم الكلاسيكو ويمر بفترة إيجابية جيدة جدا، فبالتالي توخيل لم يخرج خاسرا في الأليانز أرينا. لو كان بايرن ميونخ بمستواه المعهود أو بحضور وإيجابية كأجواء عامة فنيا أو على مستوى الإعلام لتم معاقبة توخيل على هذا التعادل وتم الحديث عنه في الإعلام، لكن شكل هذا التعادل يوحي أن هناك رد آخر، هناك شوط ثاني سيلعب في البرنابيو وتسعين دقيقة طويلة جدا في البرنابيو كما يقال، لديه الآن كل شيء، يعني يلعب الآن بأن المباراة لم تبدأ الآن، البداية ستكون في المباراة القادمة في مباراة الإياب أمام ريال مدريد، أخذ قراءة شاملة عن فريق ريال مدريد، كيفية التعامل مع هذا الهجوم السريع، كيفية التعامل أيضا في وسط الملعب وكيفية استخدام نقاط القوة التي لديه، هذه هي أهم ما خرج منه توخيل في مباراة الذهاب، أنا لدي نقاط قوة كبيرة جدا في المقدمة، فبالتالي كلما كان شرس بشكل أكبر على دفاع ريال مدريد ومواجه على وضعية واحد لواحد سيستطيع إيجاد مشاكل كبيرة في البرنابيو. نعم أذهب إليك طلحة، هل يمكن القول أن ريال مدريد أضاع فرصة قتل المباراة بعدما كان متقدما بهدف، لاحت له فرصة أو اثنتين لإنهاء المباراة، تألق نوير وكان في سوء بالإنهاء أيضا من قبل فينيسيوس في واحدة وتألق نوير في أخرى لتوني كروس، لكن بعد ذلك عاد بايرن جاءت له فرص هو الآخر لقتل المباراة، بمعنى كل من الطرفين فشل بالإجهاز على منافسه لتنتهي المباراة بالتعادل، تعتقد هو النتيجة الأكثر عدالة بين الطرفين وإن كان بايرن ميونخ أكثر فرص أكثر وصول للمرمى؟ الآن بكل صراحة إذا بنطلع من المباراة بسؤال هل التعادل عادل، نظرا لظروف المباراة خلينا نتكلم يعني تحولات المباراة من الممكن يكون التعادل عادل، ولكن الإجابة على سؤالك الأول هو الإجابة الأهم، هل أضاع ريال مدريد فرصة؟ نعم أضاع ريال مدريد فرصة لعدة أسباب، أن ريال مدريد بهذه الظروف التي يمر بها فريق متوج في الدوري الإسباني وفايز في الكلاسيكو مخرج مانشستر سيتي، فريق مكتمل العناصر تقريبا ما في غير غياب واحد يعني اللي هو غياب كارفخال، ناش تكلم عن ميليتاو كورتو وهذول خلص من بداية الموسم، العناصر وقوة خط الوسط والعناصر اللي بيمتلكها بايرن ميونخ ريال مدريد في خط الوسط، وأنك تلعب تواجه بايرن ميونخ وتتقدم بالنتيجة وبايرن ميونخ بمر بهاي الظروف، أعتقد نعم أتفق معك تماما، ريال مدريد أضاع على نفسه فرصة أن يخرج بنتيجة إيجابية، النتيجة ليست سيئة ولكن كان بالإمكان أن يخرج بنتيجة أفضل، خصوصا أنه بايرن ميونخ لم نشاهد ردة فعل لبايرن ميونخ على أرضية الملعب، وهو شيء مدروس من توخيل، يعني توخيل مدرب ذكي أيضا، أنه أنا استقبلت هدف في الوقت اللي أنا كنت فيه الطرف الأفضل وعلى أرضي وبين جماهيري، هذه الأوقات حساسة، إذا كانت إلى ردة فعل واستقبلت هدف ثاني يعني باي باي دور الأبطال باعتبار، هو حافظ على هذا التوازن، ولكن بنفس الوقت كان مطلوب من ريال مدريد مطلوب ريال مدريد أن يسعى إلى تحقيق نتيجة أفضل، فارق الهدف يبقي الأمور على ما على حالها. يعني بمعنى آخر
لم أشاهد ريال مدريد بالشوط الأول خصوصا بعد ما سجل الهدف الأول، لم أشاهد ريال مدريد يسعى إلى قتل المنافس تماما، أبقى هذه الروح عند بايرن ميونخ. بايرن ميونخ بالمناسبة على ذكر بايرن، بالرغم من كل وضعه المتضعضع هذا الموسم، إلا أن روح الفريق البافاري كانت حاضرة، تجلت بوضوح في الشوط الثاني، قلب كل شيء، أعاد إلينا بايرن التاريخي، بايرن صاحب الجبروت القوي في دوري الأبطال، وقلب المباراة على الريال، حتى مرت دقائق صعبة على الريال بعد الهدف الثاني. نعم، بايرن ميونخ فريق بدور الأبطال شخصيته مختلفة تماما عن الظروف اللي بمر فيها في 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 الدوري الألماني، والظروف هي الشائكة اللي بمر فيها، وبصراحة المشاكل التي تختلقها الإدارة من الموسم الماضي حتى الآن، يعني كل شيء حصل في بايرن ميونخ سبب الإدارة، لا سبب ناجلزمان ولا سبب المدرب توخيل، سبب مشاكل إدارية بالفريق، ومع ذلك الفريق يستنفذ في الوقت الحساس من الموسم. لو بدنا نتكلم عن توماس توخيل، توماس توخيل بصراحة مثل ما أنا حكيت مدرب تعامل مع الموضوع بمنطقية، بالطرف بالوقت اللي كان هو الطرف الأفضل استقبل هدف وحافظ على التوازن، قراءته للمباراة كانت جيدة وإيجابية خصوصا بالشوط الثاني، تبديل المراكز ما بين ساني وموسيالا، شاهد الشوط الأول أنه موسيالا مش بأفضل حالاته وساني مش بأفضل حالاته، لم يكونوا سيئين ولكن بدل بالمراكز. مدافع مثل مندي يحتاج إلى لاعب مراوغ ومهاري وسريع مثل ساني، ومدافع مثل فاسكس هو مش المدافع الأساسي في ريال مدريد، يحتاج إلى لاعب ذكي بمقومات الذكاء أكثر من مقومات المهارة اللي هو جمال موسيالا. لذلك لو نشاهد الهدفين معا، الهدف الأول جاء من عمل رائع من ساني، والهدف الثاني أو ركلة الجزاء كانت بعمل ذكي من موسيالا. ولكن أنا معلش معا بس اسمح لي بوجهة، تفضل. أتفق مع الكابتن خالد سعد، قال هي المباراة حسمت بتفاصيل دقيقة جدا، خطأ من منتصف ملعب ريال مدريد كلفهم هدف، الخطأ الثاني كلفهم هدف، الخطأ الوحيد اللي اقترفوه بايرن ميونخ طوال الشوط الأول كلفهم هدف. فهي مباراة بصراحة يعني نحكي عنها رزينة جدا 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 من نواحي الفنية والتكتيكية، هي قمة من القمم الكلاسيكية التاريخية بين الفريقين تاريخيا، وحتى الآن في كل تاريخ البطولة كابتن خالد لم يلتقي الفريقان في المباراة النهائية. نعم. دائما ما يلتقي الطرفان في نصف نهائي في ربع نهائي، لكن في المباراة النهائية لم يلتقيا بعد. على التاتش سكرين كابتن خالد، كنت تود الحديث قبل قليل. نعم. أسمع منك الآن شرح تفصيلي موجز عن أبرز النقاط التكتيكية في المباراة. أبرز النقاط التكتيكية، نحكي عن الفريق صاحب الأرض والجماهير والذي هو بادر بالأداء الجيد وليس بتسجيل الهدف. خلينا نحكي عن فريق بايرن ميونخ. فريق بايرن ميونخ قدم مباراة جميلة جدا، قدم مباراة تكتيكية بلاعبين رباعي خط الأمام، شفنا تحركاتهم كانت بطريقة مباشرة وجميلة جدا. شفنا التحركات هون، هاري كين يخرج في هذه المناطق معا ليعمل الفراغات، جمال موسيالا في الشوط الأول كانت تحركاته ما بين الظهير وقلب الدفاع، كذلك الأمر ساني ما بين الظهير وقلب الدفاع، إذن هذا شيء متفق عليه. شفنا مولر بهاي المنطقة بيعمل عملية تحركات إلى اليمين وإلى اليسار، كل هاي التحركات دائما حتى ما ينجح ريال مدريد في قطع الكرة وعمل هجمة مرتدة، يحاول عمل بلوك من الأمام حتى يكسر الهجمات إن قطعها ريال مدريد. في هاي الحالة شفنا فريق بايرن ميونخ اعتمد بشكل كلي على هذا الشيء، شفنا تقدم الأطراف مزراوي، شفنا كيميتش تقدمهم كان دائما داعم للفريق. مزراوي لعب عكس قدمه. نعم، عكس قدمه هو لعب لكنه اليسار، فضلوا على ديفيز لأنه أفضل دفاعيا في مواجهة رودريجو. نعم، هاي المباراة بدك لاعب بنفس السرعة بنفس القيمة، ديفيز هو لاعب من الناحية الهجومية هو أفضل من مزراوي، لكن مزراوي يمتاز بخصائص مدافع، وهذا المركز دائما معا يعتمدوا على الظهيرين في المباريات القوية والمباريات الحاسمة والأدوار الحاسمة أنه يكون اللاعب هو مدافع أكثر في الحالة. إلى حد ما نجح مزراوي في المهمة في تعطيل رودريجو وإيقاف خطورته. نعم، أوقف خطورته، وكان دائما داعم لروي ساني ودائما يعملوا الثنائيات في هاي المباراة. على ذكر ساني خلينا نبدل مراكزهم لأنه في الشوط الثاني، بالشوط الثاني عمل على هذا التغيير وأدخل غوريرو في منطقة منتصف الملعب. استغربت الناس هذا التبديل مكان غورتسكا، هو يعني اعتادوا عليه في الظهير الأيسر. بالضبط. اعتادوا عليه ممكن يكون طرف أيسر، جناح. صح. أيسر، لكن اليوم في هذا المكان في المنتصف هو عرف بعد تسجيل هدفين وتلقي هدفين وعنده مشكلة من هذا المدافع وعنده تأخير نوعا ما من داير في التأخير والتغطية، إذن يجب أن يكون لاعب هنا يعمل على خط دفاع أولي
لعدم التمريرات الحائطية، إغلاق بلوكات. نعم، إغلاق البلوكات. يعني حكينا هون في عنا بلوك أول، في عنا بلوك ثاني، في عنا بلوك منخفض للمدافعين. هاي كلها عملها توماس توخيل، وتوماس توخيل أبدع في هذا الجانب التكتيكي والانضباطي. إذا شفنا بدخول جيريرو وتغيير اللاعبين الطرفين، شفنا ريال بايرن ميونخ عمل خطورة أكثر. موسيالا صنع الفارق عند فاسكيس بذكائه وحصل على ركلة جزاء بعد ذلك. معا حتى في الحالات التي خرج منها موسيالا من لوكاس فاسكيس، شفنا دائما التغطية من رودريجو أو من روديجر، دائما مدافع قريب، وشفنا التغطية دائما يعود تشواميني، ودائما التغطية في الطرف البعيد ناتشو وميندي. لكن في الطرف اليمين بدخول ساني بالهدف الأول، شفنا ميندي راح الظهير، فالمسافة اللي كانت ما بين ميندي وبين ناتشو مسافة كبيرة جدا. إذا هون ممكن تسدد، وسدد في الزاوية القريبة للحارس. يسأل عن الهدف أيضا الحارس، لكن يسأل عنه المدافعين أكثر. دائما إحنا بنحكي عن البلوك. ننتقل لريال مدريد بعجالة لو سمحت. نعم، ريال مدريد عفوا. سلامات كابتن. الله يسلمك. ريال مدريد معن لعبه بالتحولات، دائما يلعب بالتحولات. اذا شفنا في اول البدايه، في بدايه المباراه كان بيلينغهام في منتصف الملعب، ما كان بيزيد وما كان بيعمل هو الرابط وبيدخل في الاماكن اللي بيتركها جونيور ورودريجو. شفنا رودريجو ايضا في المنطقه اليسرى، وفينيسيوس جونيور هو كان راس الحربه الصريح، لكن هاي التحركات ما اثمرت معهم، ما اتت يعني قوة مع ريال مدريد. لكن الشيء اللي بيعملوه هذول الثنائي معا، فينيسيوس جونيور ورودريجو، لاعبين برازيليين لا تعلم تحركاتهم. هل الشيء اللي بيحكيه والتكتيك اللي بيوضعه كارلو أنشيلوتي إنه إحنا بدنا نعمل البلوك في كل المناطق ونعمل على الهجم المرتد، يجيد قاعدة الست ثواني وقاعدة العشر ثواني. الست ثواني والعشر ثواني إنه إحنا كل كرة مع اللاعب خلال أقل عدد من اللمسات إحنا نوصل وننهي الهجمة، هاي قاعدة العشر ثواني. الست ثواني كل اللاعبين في كل خط ست ثواني على الأكثر بنكون ناقلينها لخط ثاني. لذلك ريال يبدو فتاك، أشكرك على هذه النقطة. ريال يبدو فتاك حاد جدا هذا الموسم، سلاح المرتدات. لمسة سحرية من كروس أو مودريتش أو بيلينغهام تنقل، والمهارة المتواجدة لدى الثنائي في الأمام. هاي النقطة اللي لا يمكن توقع ما الذي سيتصرف به اللاعب فينيسيوس. البرازيلي لا تعلم متى يعني يركض بسرعة، حتى متى يؤخر. ركلة الجزاء من كرة كانت شبه معدومة الخطورة، دخل جوا المنطقة وأخذ ركلة الجزاء. معا هون إحنا بنحكي عن قيمة اللاعب البرازيلي، خاصة إذا كان مهاري ومنضبط مع الفريق. هون إحنا بتشوف شيء لا يكون في كرة القدم. الهدف الأول سجل من لاعبين، استلام توني كروز وتمريرة لجونيور. الهدف الثاني أيضا من ثلاثة لاعبين، تمريرة من توني كروز إلى رودريجو، تلاعب بالمدافع، ضرب الجزاء سجلها فينيسيوس جونيور، فهذا الهدف الثاني. هاي كلها الطريقة اللي بيلعب فيها ريال مدريد، طريقة التحولات. هاي طريقة التحولات مهمة جدا. فريق يعلم قيمة مهارة اللاعبين وقدرة اللاعبين، ويعلم إنه الفريق المنافس دائما حتى وإن كان مميز عنده أخطاء، يعتمد على أخطاء. طيب هذه قبل أن نذهب إلى فاصل كابتن خالد، لابد من التوقف عند لاعب كان ممتاز جدا في المباراة، ألا وهو لايمر. كان ركيزة ممتازة للفريق البافاري، الافتكاكات، نسبة التمرير، القوة، الاحتكاكات، أضاف كثافة وحدة للفريق البافاري. معا إذا بدنا نحكي عن فريق بايرن ميونخ ككل، فريق جدا كان مميز في هذه المباراة. لايمر قدم أداء ومجهود عالي جدا في تكسير كل الهجمات، لاعب عمل على الربط ما بين خط الدفاع وخط الوسط، لعب أجاد الطرق. لكن إحنا بنحكي عن كل الفريق أبدع في هذه المباراة. هون الأخطاء اللي تكلف فيها اللاعب خطأين كلفوا مباراة وكلفوا هدفين. بانتظار لقاء العودة والمواجهة المفتوحة على كل الاحتمالات في مدريد الأسبوع المقبل. مستمرون معكم وتتابعونا بعد فاصل قصير. بهدف فالكريغ أسود فيستيفاليا يفترسون باريس سان جيرمان بين أنصارهم وفي ملعبهم المرعب سيجنال إيدونا بارك. مرحبا بعودتكم من جديد في الجزء الثاني من الحلقة. في سيجنال إيدونا بارك كانت الجماهير حاضرة وبقوة كعادتها خلف فريقها بروسيا دورتموند لتعطيه جرعة عالية من الثقة والحماس، ليحقق أسود الفستيفاليا الفوز بهدف وحيد على باريس سان جيرمان.
دورتموند وبي اس جي بلغة الأرقام والإحصائيات، نتابع ونعود. من جديد إليك كابتن خالد، مباراة قوية، كان في صراعات بدنية عديدة، دورتموند نجح بأن يحسمها بهدف، تعتقد أنه بحكم متابعتك للمجريات الفوز كان مستحق للفريق الألماني؟ مستحق. كان أضاع دورتموند فرصة أنه يطلع فايز 2-0؟ إحنا قبل استحقاق النتيجة والفوز، إحنا بنحكي عن دوري أبطال أوروبا، إحنا بالعادة في عنا صفين دوري أبطال أوروبا، في فرق المقدمة والصف الأول، وبنعتبر هذول الفريقين من الصف الثاني أو بي بلس. صحيح، بي بلس. أشد المتشائمين أو أشد المتفائلين لم يتوقع هذا السيناريو وهذه المباراة المجنونة. مع أن إذا بنرجع لدوري الأبطال زمان، بس كنا نحضره، كنا بنتابع مباراتين ما بنعرف اسم الفريقين ولا بنعرف من أي دولة، بس بنشوف مباراتين أو بنشوف مباراة ملحمية، ما بتقدر أنت تغيب عن النظر في هاي المباراة. هاي المباراة الجميع يعتقد أنه بروسيا دورتموند فريق يعاني في الدوري الألماني، مركز خامس. شكرا. باريس سان جيرمان فريق دائما هو بطل الدوري الفرنسي، فما فيها الندية، ما فيها الشيء الحماس في هاي المباراة، لكن انت بتشوف مباراة جنونية، مباراة فيها كل الأفكار، كل شيء في كرة القدم يعمل من اللاعبين وأفكار مدربين. هون انت بتحكي عن مباراة جميلة جدا. وإذا بنرجع للدور الأول، معي نستذكر الدور الأول كان الفريقين في نفس المجموعة. صحيح. كثير من الناس اعتقد أنه المتأهل من هذه المجموعة ميلان وباريس سان جيرمان ونيوكاسل، أو نيوكاسل. نيوكاسل لأنه في الموسم السابق قدم أداء جميل ممتاز. جدا، وقدم روح، وقدم مدربين ومدرب، وقدم أفكار لاعبين. دورت متصدر. شكرا. دورت متصدر ب 11 نقطة. في كل دور إحنا بنشوف دورتموند، لا هون كثير عليه، هون خلص نهاية دورتموند، تنتهي مغامرة، خاصة لما نشوف مبارياته في الدوري الألماني. صح. بنيجي على دوري الأبطال، دورتموند هون حد نسخة مغايرة. فاللي بيحصل مع دورتموند ممكن هو انتر ميلان الموسم السابق، او يذكر في دورتموند 2013، او يذكر في دورتموند مع يورجن. نعم، في الايام الجميله والايام الخوالي مع يورجن كلوب. والله امبارح كان في لاعب من الجيل الذهبي هوملز عمل مباراه تاريخيه، هو كان مان اوف ذا ماتش بالمناسبه. نعم، رجل المباراه. دعنا نتابع هدف المباراه. نعم. الذي جاء عن طريق مهاجم تقليدي ندر وجوده حاليا في العصر الحالي وكره القدم، تمريره غير عاديه بصراحه. اذا بنحكي عن التمريره، من تمريره من مدافع، يعني هذا شيء متفق عليه، يوقف على خط اللاعبين، وحدثت اكثر من مره، استقبال جيد للكرة، توجيه جيد، وتحرك في الوقت المناسب، وتسديد يعني حتى المدافع حاول اللحاق، حاول الإعاقة، لم يستطع. هون التحرك، التمرير الناجح، التمرير الطويل، هون حالة بناء معا. في ناس بيحكي لك إحنا بنبني على الأرض، ومرورا من الخط الخلفي لخط المنتصف للخط الأمامي. صح. هذا بناء، ولكن يوجد فرق تعتمد على البناء الطويل، على البناء المباشر. وهذا عندما يكون عندي مهاجم بالطول وهذه القامة وهذه القدرة والقدرة على التسجيل ولاعب هداف الفريق، إذن لماذا لا نلعب الطريقة المباشرة وهي أسهل؟ حتى وإن كان لاعبي الأطراف قدموا، سانشو وأديمي قدموا مباراة العمر في هذه. صح. المباراة. صح. لكن لا يمنع ذلك أنه نعتمد على المحطة التارجت اللي إحنا بنبني عليه اللعب وبنبني عليه الأفكار، وسجل الهدف بهذه الطريقة. صحيح صحيح، سانشو عمل مباراة ممتازة ورسالة ليونايتد وتينهاج. نعم. لكن هذا اللاعب المخضرم هوملز 35 سنة قدم مباراة غير عادية، تقريبا لفترات طويلة أشعرنا أنه مبابي غير موجود. نعم. قطع الماء والكهرباء وكل شيء عن مبابي، وكان حاضر بصلابة الكرة الألمانية الكلاسيكية عبر التاريخ. يعني شفنا الجرينتا عند هذا اللاعب في أفضل حالاته، وكان هذا اللاعب لا يمر منه أي مهاجم في العالم، ليس حتى فقط كيليان مبابي. لكن هون اللاعب شفنا تدخلاته كلها كانت ناجحة، التدخلات الفردية داخل منطقة الجزاء شفنا تدخلات حاسمة، وشفنا يعني بيعمل الفرملة معا في مناطق حساسة جدا لا يجيدها ولا يعملها أي لاعب ممكن خبرته أقل من هوملز، لكن أخذ على عاتقه قيادة الخط الخلفي لهذا الفريق ولهذه المباراة، ويحسب له هذا الأداء للخط الخلفي. إحنا بنعرف أنه في عندهم مشاكل بروسيا دورتموند في الخط الخلفي، ومنهم هذا اللاعب أيضا، أخطأ كثيرا في الدوري الألماني وسجل على بروسيا دورتموند أهداف، وكان سبب هذا اللاعب. لكن اليوم بدوري الأبطال شخصية مختلفة، كاريزما مختلفة، ويتحمل قيادة الفريق. نعم. فأبدع هذا اللاعب، يبدع هوملز حاله كحال الفريق. يا محمد حلمي، فولكرغ هو جيمي فاردي الكرة الألمانية في سن 30،
يصل إلى دوري الدرجة الأولى ويشارك في دوري الأبطال ويسجل ويقصي أتلتيكو مدريد سيميوني وباريس سان جيرمان. أستمع منك أكثر عن المهاجم التقليدي الذي ندر وجوده هذه الأيام في كرة القدم الحديثة والاعتماد على المهاجم الوهمي والجناح والتسعة ونص، لكن في بعض المباريات كما شاهدنا بالأمس أنت بحاجة إلى مهاجم تقليدي ثقيل كلاسيكي كي يفك شفرة المواجهة. هي رسالة عامة أنه دائما التشابه ليس سبيل للنجاح، يعني لو كنت مختلف سوف تنجح بطريقتك الخاصة، في النهاية سيحتاجك كل من هم حولك لتنجح. هذا شيء ينطبق في كرة القدم أيضا، وواضح أن فالكبورغ كان مفتاح دورتموند في كيفية ضرب الخصوم وكيفية التمركز، كيفية اللعب بشكل لا يشبه الآخرين. يعني المدافعون الآن يتم تدريبهم على مواجهة عدة خطط هجومية بلا مركزية واضحة، يعني الجميع يعتمد هذا الشيء، لكن فالكبورغ المميز فيه أنه يستطيع اللعب بكرات الهوائية وأيضا على الأرض، هو مشارك في كرات وصناعة أيضا فرص في هذه المباراة ضد باريس سان جيرمان. فاللاعب حصل على فرصته واستطاع أن يثبت نفسه، ونذكر أنه انتقل إلى دورتموند كلاعب يعني ليس أساسيا وكلاعب معوض ليحاول دورتموند تحسين الموسم، لكنه أثبت أن لديه جودة عالية، لديه حضور بدني عالي جدا وأيضا لمسة فنية. فالهدف يدرس بكيفية توقع الكرة، الكرة لم تكن تمريرة مباشرة، هي كانت أقرب منها استخلاص للكرة وتشتيتها للثلث الأخير من ملعب الخصم، لكنه استطاع أن يروض الكرة بطريقة استثنائية. الترويض كانت 90% من الهدف، ومن ثم التسديد الدقيق الأرضي الذي يعاني منه دائما دوناروما. هذه الفكرة واضحة من المهاجم، لم يطلق كرة عالية لأن دوناروما قوي جدا في الكرات العالية، لكن هو أطلق كرة أرضية استطاع أن يسجل من الخصم، ومن بعد ذلك أيضا لعب كمحطة بصناعة الفرص. فبالتالي هو مهاجم مميز بما يحتاج دورتموند، ممكن لا ينجح في نادي آخر لكن بما يحتاج دورتموند في هذه المباراة تحديدا وفي المباريات التي يلعب عليها دفاع ليس بذلك الدفاع القوي، يستطيع فالكبورغ أن يكون الكلمة السر بحسم النقاط أو حسم الأهداف. نعم، إليك طلحة، ماذا عن باريس سان جيرمان؟ أساء أنريكي توظيف مبابي على الأقل في الشوط الأول، فكرة المهاجم لن يندمج كثيرا معه باركولا وديمبلي، لذلك في الشوط الثاني حاول أن يسحبه على الطرف، أوجد بعض الخطورة، الحظ وقف أمامه أيضا في كرتين على القائم، لكن بالنهاية هناك ثقة من تصريحات لاعبي سان جيرمان، مثلا أشرف حكيمي عنده ثقة مطلقة بعد المباراة، صرح في لقاء العودة، قادر سان جيرمان على العودة أم أن المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات؟ مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، النتيجة مش كبيرة في مباراة الذهاب أن تنتهي بهدف لصاحب الأرض بروسيا دورتموند، وشهدنا أنه في أي وقت من الأوقات كان بروسيا دورتموند قريب جدا من تسجيل أكبر عدد من الأهداف، وبنفس الوقت كان بي اس جي من الممكن يسجل هدف تعادل ومن ثم يفوز. فهي مباراة، حتى مباراة الذهاب شفنا فيها أن يعني مباراة قابلة لتغيير نتيجتها بأي لحظة، ما في شيء مضمون. بالنسبة للويس إنريكي، هذا هو لويس إنريكي وهذا اللي بنعرف على لويس إنريكي. لويس إنريكي من الوقت اللي احنا عرفنا فيه كمدرب كبير أيام برشلونة كان هو مدرب يعتمد على هذا النهج، كثرة التغيير في المراكز، كثرة التغيير بالشكل، في كل مباراة عندي فكرة جديدة من الممكن أني أنا أعتمد عليها، ما زبطت الفكرة برجع بفكرة أخرى الشوط الثاني، ما زبطت ببدأ بالمباراة اللي بعدها بفكرة أخرى، ولكن حسابات دوري الأبطال عادة بتكون مختلفة. عشان هيك احنا أصلا شاهدنا أنه يعني خلينا نحكي عندما كان مدرب لبرشلونة على سبيل المثال كانت المأساة كانت بدور الأبطال مش في الدوري الإسباني، لأنه شاهدنا مثلا خروجه من اليوفي، تعامله ما بين مباراة ذهاب وإياب، تغيير، وهذا الشيء اللي حصل في مباراة الذهاب أمام برشلونة هذا الموسم، وفي التغيير الإيجابي اللي حصل في مباراة الإياب. اليوم نحكي عن بروسيا دورتموند، أيضا تغييرات في مباراة الذهاب والاعتماد على تصليح الأمور في مباراة الإياب. طب هل هذا الشيء مضمون؟ لا، ما في شيء مضمون. يعني من الممكن تتيجة تدارك الموقف في مباراة الإياب وقد لا تستطيع تدارك الموقف، انت بتراهن على لاعبين في النهايه هم لاعبين بشر، قد يكون ابرز لاعبين عناصر الفريق مش بيومهم مش بافضل حالاتهم، ثم يذهب كل ما حاولت ابداعه ما بين مباراتين هباء. نعم. ماذا عن سانشو؟ 20 ثانيه طلحه، سانشو تالق بالامس وكانه لاعب مغاير عن اللي شاهدناه مع يونايتد. نعم، سانشو هو لاعب يعني شأنه شأن الكثير من الصفقات التي عقدها مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة.
من جديد إليك كابتن خالد سعد. محمد حلمي تحدث في الحلقة السابقة، قال عن دورتموند أنه فريق يتقن أنماط لعب عشوائية متعددة. نعم. تأملت تلك المقولة وظلت معي يا محمد للأمانة منذ تلك الحلقة، وذهبت وبحثت عن أسلوب لعب دورتموند. بالفعل عنده أنماط البناء ليست تقليدية. أنت قبل قليل أشرت إلى ذلك بالهدف، لا يبني بطريقة تقليدية وقادر على التحول من أسلوب بناء إلى لعب مباشر، إلى تداخل بين نمط غير محفوظ غير مقروء سلفا من قبل المنافسين. لما يجي يحضر مباراة لدورتموند صعب أنه يطلع بانطباع أنه بيطلعوا بالشكل الهجبة هذا أو بالدقيقة هاي بيتم تحضير الهجبة. نعم. يبدو أنها عشوائية بناءة كما تحدث محمد سعد. هي لا تذكر عشوائية، هي ممكن جميل في كرة القدم عمل أفكار متفق عليها، يعني في خلاف المعطيات المتواجدة. يعني فريق عنده على الأطراف كريم أديمي وعنده سانشو، ليش بيلعب الطويل؟ بيلعب على المحطة، فول كروخ لاعب طويل، لاعب يستقبل الكرة بشكل جيد ويحضر ودخول هؤلاء اللاعبين في الفراغات هنا سهل جدا، يدخل ويعمل هذه الطريقة التقليدية. لكن الطرق التي اتبعها فريق بروسيا دورتموند، هذا اللاعب يبقى في هذه المناطق يشغل المدافعين، شفنا أشغل ماركينيوس وأشغل هرنانديز ثيو على الأطراف، وكانت هنا معا مباراة داخل مباراة ما بين حكيمي وأديمي. بالضبط، مباراة فرعية ملحمية، يعني بتحكي هون كسر عظام ما بين اللاعبين. صح. كل لاعب جاي مركز على اللاعب المقابله، أنا ما بده يراوغني وأنا بدي أطلع وأصنع جول وأنا بدي أصنع جول. سرعات غير، أنت ظهير، سرعات غير عادي اللي كان الجري، قيمة لاعبين، قدرة لاعبين، احتكاكات والروح اللي ما بين اللاعبين. صح. يعني كل هاي شيء في كرة القدم كان شيء جميل وشيء إيجابي. لكن إحنا بنحكي عن الكرات، وذكر أخي محمد حلمي إنه شلوتر بيك هو لما أخرج الكرة أخرجها بطريقة يعني تخليص الكرة. لا، هي لم تكن تخليص الكرة في هاي الحال، هو لاعب مدافع أيسر. المدافع الأيسر إذا وجه الكرة على قدم اليسرى والمنطقة اليسرى، نعلم أن هنا في خطورة، خاصة وأنه لاعبي بروسيا باريس سان جيرمان كانوا على خط واحد أخي معا، هنا كل اللاعبين بنفس الخط، شفنا كسر التسلل ودخول من منطقة عمياء، يعني المدافع الثاني اللي لازم يكون مواجه ماركينيوس كان بعيد جدا. حكيمي لازم أنت تكون ضاب بمنتصف الملعب، خاصة أنه في كرة طويلة راح تلعب بفراغ لعبت لهذا اللاعب، استلم الكرة وسجل الهدف، يسأل عنه المدافعين. هون اللاعب ما شتت الكرة تشتيت، لعب باص متفق عليه، لأنه عثمان ديمبلي لو ضغط على اللاعب بهاي الحالة لم يمرر الباص. هذا اللاعب متى ما بضغط عليه إذا أخذ الكرة إلى العمق ودخل إلى قدمه اليمنى، هون بعرف أنه في باص بالعمق، في باص تدوير لوولف ممكن لسابتزر الذي أبدع في هذه المباراة. صح. شفنا تحركاته دائما يخلق المساحات ويخلق الفرص، شفنا لاعبين بروسيا دورتموند بشكل جميل جدا. هذا اللاعب من أعضاء تشيلسي. صح. هذا اللاعب كيف يتم التفريط فيه من تشيلسي؟ والله ابدع في هذه المباراه الكل، حتى رايرسون على الركن الايمن هو الاخر يعني كان نفاثه، أديمي كما تحدثت، هوملز اشرنا اليه. نعم. سانشو انفجر. نعم. تالقا، حتى كوبل حارس المرمى كان في الموعد، مستويات بدنية كبيرة قدمها وتضحيات بدنية كبيرة قدمها دورتموند لتبقي مباراة الإياب مفتوحة على كل. نعم. الاحتمالات. نتحدث بنقطة بسيطة عن بروسيا باريس سان جيرمان، لماذا لم يسجل البي اس جي؟ البي اس جي بوجود عثمان ديمبلي، بوجود كيليان مبابي، باركولا، لاعبين مميزين. في عندنا مشكله في البدايه بخط الخلفي بالتوقف والتوقع. رقم اثنين عندنا اللاعبين خط الوسط معا ما بيجيدوا التمريرات الحائطيه، يعني حتى اللعب الكلاسيكي على اجناب الملعب ولا اطراف الملعب الا بدخول من العمق لعثمان ديمبلي او كيليان مبابي. شفنا كيليان مبابي وباركولا بنفس الخصائص، إذا راح باركولا في منتصف الملعب أو في العمق يبقى لاعب سلبي على باريس سان جيرمان، لكن إذا كان في هذا الطرف يعمل خطورة. لكن كيليان مبابي دائما يبحث عن الأطراف ليدخل إلى العمق، وشفنا دخوله من الأطراف عمل أحدث فارق وشكل خطورة. نعم. لويس إنريكي عليه أن يجيب ويحضر سيناريوهات مختلفة في مباراة العودة. ونحن الآن سنذهب إلى فاصل ومستمرون معكم وتتابعونا بعد فاصل قصير. أندية البريمير ليج تتفق على وضع سقف للإنفاق وسط معارضة قطبي مدينة مانشستر بالإضافة لأستون فيلا.
أهلا بعودتكم من جديد في الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقة. بعيدا عن المنافسة المحتدمة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اتفقت أندية البريمير ليج على وضع حد أعلى للإنفاق في المستقبل كوسيلة لاحتواء الفجوة الكبيرة بين الأندية. هذا الاتفاق المبدئي لم توافق عليه أندية مانشستر يونايتد وجاره السيتي بالإضافة إلى أستون فيلا، فيما امتنع تشيلسي عن التصويت وهو صاحب الإنفاق الكبير. هذا الإجراء الذي تمنته أغلبية أندية المستوى الأول لا يزال بحاجة إلى المصادقة من الجمعية العامة المقبلة لرابطة الدوري الممتاز في حزيران أي شهر المقبل، من أجل أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من موسم 2025. يهدف سقف الإنفاق إلى استبدال قواعد الربحية والاستمرارية المطبقة حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تمت معاقبة إيفرتون ونوتنغهام فورست بسببها هذا الموسم. كما سيتم احتساب سقف الإنفاق المتعلق بالرواتب ورسوم الانتقالات والرسوم المدفوعة للوكلاء وما إلى ذلك، بناء على حقوق البث التلفزيوني التي يحصل عليها النادي الأقل ربحا. وسيتم وضع حد أقصى لهذا النظام بخمسة أضعاف المبلغ الذي يتلقاه النادي الأقل ربحا بموجب صفقات البث في الدوري الإنجليزي الممتاز. أذهب مباشرة إلى محمد حلمي راشد، هناك من يصف هذه التعديلات بأنها ستكون أكثر عدالة لبقية الفرق والأندية الغنية كما هي العادة تحتج على ذلك، لكن وجهة نظر الأندية الغنية أنها ستضعفها خارجيا عندما تنافس على دوري الأبطال وبقية المنافسات. وهذه هي النقطة المهمة جدا التي تتحدث أو التي جعلت هذه الأندية ترفض هذا الأمر، وبالأخص مثلا مانشستر سيتي. مانشستر يونايتد الآن غير متواجد في البطولات الأوروبية مثلا دوري أبطال أوروبا حتى الآن، لكن مانشستر سيتي الفكرة ليست بإضعاف التشكيل، هم يسعون إلى ذلك ويعترضون بنقطتين مهمات. هو شيء رابطة اللاعبين في البريمير ليج، رابطة اللاعبين المحترفين في البريمير ليج اعتراض مباشر لأنها لا تريد المساس برواتب اللاعبين، لأنه القانون الجديد هذا سيتم احتساب رواتب اللاعبين، عمل الوكلاء أيضا، عمولة الوكلاء بالصفقات وأيضا الميركاتو من ضمن هذه الأمور، فبالتالي سيتم التدخل والتحكم بموضوع سقف الرواتب لدى اللاعبين. فرابطة اللاعبين المحترفين لا تريد دخول هذا الأمر. أيضا الأندية الكبيرة تشارك في دوري أبطال أوروبا، كيف تجذب المشاهدات من باقي الدول بالتعاقد مع نجوم من كل العالم؟ فبالتالي إذا هذه التعاقدات توقفت أو تم التحكم بها بالقانون الجديد، فبالتالي ستقل هذه الشعبية. نحن نشاهد الآن مثلا مانشستر سيتي عنده تقريبا من كل الجنسيات لاعبين، فبالتالي هناك مشاهدة من كل العالم، هو من الأعلى الأندية مشاهدة عبر العالم في موسم الماضي مثلا في دوري أبطال أوروبا. فهذه نقطة مهمة جدا، هم فقط لا ينظرون من ناحية القوة الفنية على أرض الملعب بل على الموضوع التجاري، لأنه عوائد البث جدا مهمة لدى الأندية، خاصة أندية البريمير ليج الأكثر، الدوري الأكثر مشاهدة في العالم، وأيضا هو ممثل في دوري أبطال أوروبا. هذه نقطة مهمة جدا تحدث بها. ولنذكر أن مثل ما تفضلت أن هناك الاجتماع الرابطة التي ستتحدد في قادم الأيام، هناك يبدأ اللعب، هناك يبدأ كيفية سحب الأصوات، لأنه فعليا القرار سيمرر، لأنه هناك يجب أن يكون هناك 14 موافقة من أصل 20 نادي، وبالتالي هناك 14 بالفعل، هم 16 فريق حتى الآن لديهم موافقة مبدئية على الأمر، لكن بما تخدم المصالح تحت الطاولة مثل ما نتحدث في العامية، صح. سيتم تمرير القرار أو لا يتم. نعم محمد طلحة، هناك من يقول بأنه الدوري الإنجليزي الممتاز بنى هذه القاعدة الجاذبة للجماهير والمتابعة والنجاح الإعلامي والتسويقي على مدار أكثر من عقدين من الزمن بسبب القدرة الشرائية العالية للأندية، تستقطب اللاعبين، تصرف بسخاء، وبالتالي تفوق على الكالتشيو، على الليغا إلى آخره. لكن وجهة نظر أخرى بأنه الأندية الطفرانة بين قوسين صح التعبير المتواضعة ماليا هي من تشتكي وتلوم إدارة البريمير ليج والرابطة وتطالب بشيء من العدالة لتجسير الهوة لتقليص الفارق مع أندية النخبة. أنا من وجهة نظري أنظر إلى الموضوع من تجارب سابقة، مثلا الشيء اللي بيحصل في الدوري الإسباني على سبيل المثال، شايفين الوضع اللي بمر فيه في الدوري الإسباني وخصوصا الفرق الكبيرة التي تضررت من قوانين
فرض قانون لعب مالي نظيف داخل الدوري الإسباني وهو ما قام به تيباس حاليا. عشان هيك بنشوف احنا تواضع الأندية الإسبانية باستثناء ريال مدريد في السنوات الأخيرة بما يخص دوري الأبطال مثلا، رحيل النجوم، هجرة النجوم من الدوري الإسباني إلى الدوريات الأخرى. احنا بنتكلم عن تجربة حتى الآن، الشيء اللي احنا بنشاهده في إسبانيا هو شيء سلبي. الأندية عندما تمر في ضائقة مادية هذا الشيء بينعكس على كل شيء، على الأسماء، على النجوم، حتى على الملاعب، حتى على كل شيء في الملعب. الدوري الإنجليزي أعتقد سيفتقد خاصية كبيرة جدا. لا يوجد فريق في الدوري الإنجليزي مثل ما نسميه احنا فريق طفران في الدوري الإنجليزي، لا يوجد فريق يشتكي ماديا. أي نعم هناك في تفاوت، هناك مانشستر سيتي على سبيل المثال، يونايتد، تشيلسي، فرق معها فلوس أكثر، ولكن هذا لا يعني أنه الفرق الضعيفة. الدخل الذي يدخل على آخر فريق في الدوري الإنجليزي يعادل فريق الفائز في دوري آخر، هذا بالإضافة للريع. وأعتقد أن الأمور ماشية بشكل ممتاز. مع أم ضد التعديل؟ مع أم ضد؟ ضد. ضد. كابتن خالد، مع أم ضد؟ أنا عندي جزئيتين لهذا الجواب. عندي ممكن أكون ضد، لأنه الأندية الكبيرة لازم تبقى على تاريخها. أندية كبيرة في الدوري الإنجليزي يجب أن يعني يستغل كل الأموال. تمام. مع ممكن الأندية اللي تحت يعني تقدم شيء في الدوري الإنجليزي ويعني تقليل الفوارق. شكرا جزيلا للضيوف 442، طلحة أحمد، محمد حلمي، راشد، شكرا جزيلا لكما. شكرا محمد على الشرح المستفيض عن القانون الجديد. الشكر موصول لك طلحة، والشكر موصول إلى ضيفي هنا في الاستوديو المدرب الوطني اللاعب السابق كابتن خالد سعد. شكرا جزيلا. شكرا. كابتن شكرا. مجددا سلامات، ما عليك شر. شكرا. الشكر موصول لكم لطيب المتابعة. موعد جديد الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين في أمان الله.